الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. الحلقة اليوم عن كتاب نعد كتاب مهم، ومرد هذه الأهمية أن هذا الكتاب يمكن أن يكون الوحيد الذي اشتغل على هذه المسألة، أو يمكن أن يكون النادرة التي اهتمت اهتماما وثيقا بمسألة نعتقد أنها غائبة في فضاء تحليلنا للثقافة السودانية، أن يكتب شخصا كتابا ليس فقط عن تاريخ مدينة ما، عن ساكنتها، وإنما يكتب كتاب عن روح المدينة، عن عمارتها، عن منظومة القيم التي شكلت هذه المدينة، عن الهوية العميقة جدا لها. كتاب الحلقة اليوم هو كتاب أسرار سواكن بعنوان غريب، يعني تراث يفهمه الغريب ويجهله القريب، للبروفيسور عبد الرحيم سالم محمود. يدارينا أن نعرف البروفيسور عبد الرحيم، تخرج من جامعة براغ في تشيكوسلوفاكيا في العام 1963، ثم عمل بجامعة الخرطوم في وحدة المباني ليبتعث مرة أخرى إلى براغ لينال درجة الدكتوراه في العام 69، ثم يعود ليعمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات العربية والإفريقية، آخرها كان جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن. البروف بدأ انشغاله بقضية سواكن باكرا منذ ستينيات القرن الماضي. هذا الانشغال أخرج لنا هذا الكتاب الذي كما سميناه في مقدمتنا هذه الحلقة هو الكتاب الوحيد الذي يعيد بعث مدينة ميتة، مدينة مهجورة هي مدينة سواكن. بروفيسور، مرحبا بك في الوراق. أهلا وسهلا ومرحب بك، وشكرا على الاستضافة اللي أنا كنت منتظرة، يعني لأنه يعني أنا كنت معجب بهذا البرنامج وهذه فرصة، يعني عشان تشرفنا جدا بحضورك. صراحة أهلا وسهلا. من الأول لما نقرأ كتاب مكتوب عليه أسرار وأسرار مدينة، الأسرار دي نتيجة بحث مدن اشتغل عليه البروف وكذا، يعني قبما ندخل فيها عميقا وكذا، هذه المدن أصلا عندها أسرار؟ نعم. طيب، المدن هي زيها وزي الإنسان، يعني عندها أسرار. المدن بالمناسبة تعيش وتموت، ترتقي وتتدهور وتتنفس. يعني المدن بالمناسبة كائن حي، كائن حي زي الإنسان بتاعها. يعني شفت إنسان المدينة والمدينة هو شيء واحد. يعني أنت ما تقول المدينة الفلانية، أنت الحقيقة بتقصد المدينة كمباني وشوارع وغيره وكده، لكن برضو أنت بتقصد سكان المدينة. فسكان المدينة هم لأنهم اللي بيشكلوا المدينة. يعني المدينة زي أنا ذكرت هذا الكلام قبل كده في برنامج تاني، اللي هو إنه زي ما قال تشيرشل، قال على إنه نحن نشكل مدننا ومدننا تشكلنا. فالمدينة أصل الإنسان بيشكله هو، لكن هي بتشكله. يعني المدينة لما تكون مدينة مثلا، يعني أنت كده تصور إنه الإنسان بيكون عايش في الأغاليم في قرية صغيرة بيختلف عن الإنسان اللي عايش في مدينة كبيرة. صحيح. فالمدينة بتأثر على الإنسان، بتأثر على تفكيره، شايف. ولذلك المدينة يعني بالتأكيد عندها أسرار، عندها أسرار وأسرار كثيرة جدا، يعني خصوصا سواكن بالذات. أيوة، يعني أنا شفتها ولقيت فيها كثير من الأسرار اللي الناس ما بيعرفوها. يعني هنتعرف عليها طبعا بالتفصيل. نعم. الكتاب في 320 صفحة، 22 صفحة. نعم. صدر في العام 2015. أنا لما قلت أن العنوان عنده دلالة، ما لما أنت قلت تراث يفهمه الغريب. نعم. ويجهله القريب. نعم. هذا أيضا يحتاج منك لتحليل. نعم، وبالتجربة. طيب. بالتجربة، يعني وجدت أنه الإنسان السوداني يعرف عن سواكن أشياء بسيطة جدا، وهي فولكلور ليست لها علاقة بالحقيقة. نعم. يعني لما تسأل واحد تقول له بتعرف عن سواكن إيه، يقول لك على أنه سواكن والله بلد فيها قصر شناوي. طيب. فيه 365 غرفة. في كل غرفة عنده جارية. وده طبعا كلام فارغ. يعني هي المبنى ده هو وكالة الشناوي. أيوة. وهو مبنى تجاري. والشناوي عنده بيت، يعني في الجزيرة عنده بيت، وبيته يختلف تماما عن الوكالة. فده شيء وجدت انه الانسان لا يعرف عن سواكن اي شيء. بعدين لما كنت بفتش عن المراجع وجدت اشياء مكتوبه، يعني الانسان السوداني كتب عن سواكن، لكن بيكتب عن التاريخ بتاعه، شايف، تلقى كثير عن التاريخ، عن الاحداث اللي حصلت فيها. اما عمارتها ما لم يكتب عنها اي شيء، وانا اكتشفت انه عمارتها دي كانت اهم شيء. وزي ما يعني كنت بقول انه الناس دلوقتي بيعرفوا انه العماره النوبيه عماره، يعني عمارة مؤسسة وعمارة واضحة، هويتها واضحة، عندها شخصية، عندها شخصية هويتها واضحة.
يعني الناس بيسألون يقول لنا إنه الهوية بتاعت عمارتنا شنو. فعمارة سواكن اكتشفت إنه عمارة عندها هوية ليه يعني موجودة. الناس اللي كتبت عنها كلهم كانوا أجانب. يعني لو أخذنا مثلاً بلوس غريلو ماثيوز كل الناس اللي كتبت عن كلهم دول خواجات اللي هم كتبوا عن سواكن. لكن المؤرخين السودانيين كتبوا عن السواكن بس هذا لم يكن. ممكن نقول على انه مثلا محمد صالح ضرار كتب عن التاريخ وكتب عن العماره شويه, تكلم عن عماره السواكن لكن قليل جدا اللي يتكلم عن عماره السواكن. لذلك التراث بيفهموه الغرباء اكثر من الاصليين السكان الاصليين. انشغالك بالعماره قديم بروف, يعني أنت برضو من العمد يعني التعبير دقيق في العمارة السودانية. هو سؤال, في عمارة سودانية؟ في عمارة سودانية لكن لازم نحاول نفهمها. أوكي. نحاول نفهم العمارة السودانية. العمارة السودانية اللي موجودة في شمال السودان هذه عمارة عندها هوية واضحة. ليه؟ لأنه الناس بتبني بأسلوب معين وبعدين بتبني يعني في استمرارية. يعني التاريخ بتاعها لم ينقطع في مكان ما. يعني النهاردة احنا لما الناس بتكلم عن الاهرامات والاشياء دي ليست لها علاقة بالانسان بتاع الشمال. يعني ده الانسان القديم. ما عنده علاقة بالانسان شمال اليوم. الانسان شمال اليوم. لا علاقة. لكن لا علاقة بالانسان القديم. لانه الانسان اليوم ما ممكن واحد يقول لك والله جدي بعنقي. جدي السابع جدي العاشر كده ما في. لكن في سواكن أو في المباني النوبية. المباني النوبية دي أهلها موجودين. يعني كانوا موجودين في شمال السودان وموجودين باستمرارية على طول. تاريخهم طويل. بنفس الطريقة سواكن أهلها موجودين فيها. يعني سواكن هي من يعني ممكن نقول 3000 سنة. ده الشيء اللي بنعرفه. 3000 سنة قبل الميلاد معروف عن سواكن. لأنه كانوا قدماء المصريين بيجوا بيمشوا مملكة بونط عشان الذهب وعشان الافيال. شايف؟ لكن كده دي جغرافيا دي تفتكر انه العماره النوبيه عندها شخصيتها واستمراريتها ولغتها. نعم. اذا طوفنا في جغرافيا السودان في عمارات سودانيه ولا عماره واحده سودانيه؟ في نتكلم عن العمارات اللي دلوقتي الناس بيتكلموا عن انه عندها هويه. طيب اذا اخذنا مثلا جنوب السودان. ايوه. ويمكن غرب السودان. الاماكن اللي فيها امطار مستمره الناس بتبني كيف؟ بتبني بالقش. أيوة. تشيل القش ده وبتبني به الخشب والقش. نعم. ودي بالمناسبة ده منطقي. يعني احنا بنعتبره حاجة منطقية جدا انه انت بتبني بالمادة الرخيصة المتوافرة. أيوة. ففي جنوب السودان اماكن فيها امطار لما تبني بالقش ما عندك مشكلة. صحيح. المشكلة الوحيدة انه ممكن تقوم حريقة. يعني لو اتحاشيت الحرائق ما عندك مشكلة. وظلوا الناس يبنوا بهذه الطريقة لسنين طويلة جدا مما جعل انه برضو نقدر نقول انه العمارة عندها هوية في المناطق دي. لكن لما تجي في وسط السودان ايه المشكلة؟ المشكلة انه ناس وسط السودان هم ناس جو من كل اغاليم السودان واجتمعوا هنا. صحيح. يعني لو اخذتهم درمان مثلا. درمان هي كانت العاصمة بتاعت المهدي. نعم. يعني ما حاجة لسه ما تمت افتكر 140 سنة. صحيح. 85 وبعدين السكان منه سكان ناس جو من الشمال ومن غرب السودان غرب السودان وكده. يعني ولذلك الناس الجو هذيل جو في مناطق ما حقتهم. الناس الجو من الشمال ديل كانوا بيبنوا بالطين ومبانيهم بالطين كويس جدا. نعم. وعندها هوية. جو هنا لقوا على انه المنطقة يعني يمكن يكون فيها مطر فيها بتاع يعني ما يعني بنوا بالطين. شايف؟ لكن برضو لقوا الطين ما مناسب. بنوا بالقش. القش هنا ما موجود. شايف؟ ولذلك يعني تشعر بانه عندهم كانت مشكله انه كيف يبنوا. مثلا انا جاي من ود مدني. ود مدني فيها مطر مثلا مطر 3 شهور في السنه. فلما يكون عندك مطر انت بتبني. لو بنيت بالطين تقوم تليسه بالزبالة وبتعمل بعد شوية تلقى الزبالة انهارت. يعني كل سنة والتانية انت لازم تعمل زبال. ممكن قاموا عملوا الناس فكروا في انه يعملوا القشرة. القشرة دي كيف كان المبنى بيت يكون مبنى بتاع طين. الناس بيبتدوا يعملوا له طبقة او حائط من خاري عازل. بالطوب كعازل عازل. في الاخر فكروا في انه ليه ما يعملوا طوبة حمراء وطوبة خضراء. طوبة خضراء من الداخل. وجدوا انه الطوب من الداخل يعني الطوب الأخضر
يعني لو لمسته مثلا شايل لك اي ترابيزه ولا أيوة. عنقريبه بتاع الضربه بتهدى شايف. فبدوا يفكروا في انه يبنوا بالطوب، بدوا يبنوا بالطوب حسب الطوب العادي، يعني عندهم مشكله لسه الناس ما وصلوا لشيء محدد انه يبنوا كيف. جو يعني احنا مشينا او يعني اقصد جيلنا شباب جيلنا مشوا برا درسوا وعرفوا الخرسانه وجوا راجعين وبدوا يبنوا طوالب الخرسانه، بيبنوا التكنولوجي جديد على الناس، يعني حتى ناس قليلين جدا اللي كان عرفوا يبنوا بطريقه كويسه. بنوا اول من يعني من اوائل الاماكن اللي بنوها بالخرسانه هي امتداد خرطوم او ما يسمى النهارده بالعمارات. فده كان حتى ما سكنوا فيه الناس كانوا مسمينه غابه الاسمنت. كانوا مسمينه كده غابه الاسمنت. ف وسط السودان هو اللي عنده المشكله. مشكله أي. مشكله عماره. مشكله يعني هويه زي الناس يقول لك هويه، لكن هي مشكله بتاعت انه الناس ذات التكنولوجي نفسها شايف فيها مشكله. يعني الناس لغايه دلوقتي ما استوعبت التكنولوجي الصحيح. شايف. يعني طوال ذكرنا هذا الكلام بروفيسور حينما تزور مدينه عريقه لنسميها بغداد ونسميها دمشق او فاس او اي مدينه، تجد ان روح المدينه حاله في عمارتها، هذا الامر مفقود في السودان. طبعا المدينة زي ما قلت لك الاستمرارية، إذا في مدينة في استمرارية بوجودها لزمن طويل لابد من يكون عندها الشخصية بتاعتها. نحن يعني في وسط السودان المدن ما قديمة يعني مثلا من المدن القديمة مثلا ومدينة من المدن القديمة بتعتبر عمرها 350 سنة. يعني لو أنت أخذت أي أسلوب معماري مثلا ناخذ كده نشوف اوروبا دي طيب. الاساليب المعماريه تكونت كيف؟ يعني عندك الاسلوب مثلا لو اخذناه مثلا القرون الوسطى اخذت مثلا الرومانسك بعده بيجي الجوثيك بعده بيجي الباروك طيب كل واحد من ديل وبتستمر لغايه ما تصل عمار حديثه. طيب كل واحد فيهم بياخذ كم؟ الواحد بياخذ على الاقل 200 ل 300 سنه عشان شويه يتطور لحاجه ثانيه. يحصل التراكم ده تراكم الخبرات يصنع أيوة العمارة بتاعتنا. بس على العمارة إحنا مدينتنا جديدة. مدينتنا جديدة. سنار ما مدينة قديمة. سنار قامت مدينة 500 أيوة وربع. لكن مبانيها هل مبانيها الموجودة دي قديمة؟ حس مباني سنار دي قديمة؟ لا. وتبقى لنا حاجة يعني هل الفونج أنشأوا عمارة؟ هم الفونج لأنه زي ما قلت لك تذكر كلام بتاعي بتاع إنه الطقس حكاية المطر. الناس زي البنسة ما كان عندهم الوقت ذاك يعني مثلا كونكريزات وفي أوروبا يعني ما كان موجود يعني حتى. فهم ما يعني ما عندهم تكنولوجي تكون عندها استمراريه. يعني لاحظ انه قدماء المصريين طيب عملوا شنو؟ بنوا المباني اللي هم كانوا بيؤمنوا مثلا بحياه ما بعد الموت. أيوة. وبنوا الاهرامات لو تلاحظ المباني بتاعتهم كلها هي عباره عن قبور. قبور اي صحيح. وين المدن؟ هل بتعرفك مدينه مصريه؟ سمعتك بمدينه مصريه؟ ما فيش مدينه مصريه. ليه؟ لانه كان بيبنوا بالطين زي سنار. سنار والمدن المصريه واحد. يعني هذه الليله نحن مثلا حتى في تاريخ العماره لما نتكلم عن المدن في مصر مثلا القاهره قديمه؟ القاهره دي يعني العماره الفاطميه ما عماره قديمه؟ اي لكن لا انت بتتكلم عن عماره يعني نحن نعتبرها 960 اي لكن انا بتكلم عن عماره مثلا مع من زمن القدماء المصريين. ايوه شايف ما كانت العماره بس المقابر دي ايوه لكن القاهره هي تمام عماره فاطميه ومملوكيه جدا دي قديمه مباني قديمه واصبحت عندها الكاركتر بتاعها صحيح دي عندها الكاركتر بتاعها صحيح الازهار وكل المزارات دي لكن كل واحده اخذت فتره صحيح. مش طوالي بالضبط. يعني اخذت فتره عشان تصل لان يعني ما طوالي من مثلا اسلوب كده طاروا الاسلوب الفلاني لا كل واحد بياخذ فتره طويله جدا. نحن المشكله بتاعتنا انه اللي زي تكلم عن سنار مثلا الطقس فيها كان فيها امطار شديده صحيح. بعدين المواد يجيبوا مواد من وين يعني يعني ما عندهم امكانيات التكنولوجيا نفسها ولذلك على انه بيعملوا بيبنوا بالطريقه البسيطه الطريقه البسيطه طبعا المواد انتهت شايف زي يعني مدن قدماء المصري يعني شرط البيئه هو الذي حاله نعم. بناء عماره في سنار نعم. نقدر نقول انه يعني اقدم عماره سودانيه يعني الان احيانا الناس يشيرون الى الكنيسه مثلا في دونغولا او الى بعض المباني القديمه بنقدر نعمل
نقطة بتاع التاريخ، نقول أقدم عمارة سودانية بنيت كذا. أكيد عمارة سودانية أنت بتتكلم عن الأشياء اللي نحن لما تتكلم زي ما قلت لك على إنه الإهرامات الموجودة دي عمارة برضو، شايف دي عمارة. لكن شنو؟ أنا بتكلم عن العمارة اللي دلوقتي مثلا عندها عمارة الخرطوم مثلا، تكلم عن العمارة اللي دلوقتي الناس عايشين فيها، يعني حاجة مستمرة، حاجة دلوقتي فيها ساكنة فيها وكذا الناس. أيوة لأنه المباني مثلا يعني التاريخ مثلا حتى في أوروبا ذاته التاريخ ما قديم، يعني مثلا أقدم حاجة عندهم هي جريس، يعني مثلا ما يتكلم عن حاجة أقدم. فنحن نفس الحكاية، يعني إحنا عندنا العمارة بتاعتنا، أهراماتنا في شمال السودان موجودة بالتاريخ القديم، التاريخ القديم يعني اللي انت قلت انقطع ما في صلة به ولا لا ما في صلة، زي حسب المصريين يتكلموا زي كأنه الواحد جده لا بيقولوا فرعنا أجدادنا. أيوة حتى بسموا نفسهم فرعنا، يعني فرعنا. لكن ما دقيق إلا تقول كده، أي لكن ما دقيقة، يعني ممكن تقول لأن تغيرت، شوف جو كم نفر كم جهة، يعني جات حاربت مصر واستلمت مصر وبتاع. الخيمة ما عمارة؟ عمارة ممكن تسميها موبايل، يعني بتسميها عمارة متحركة متجولة، عمارة متحركة. لكن نحن لما نتكلم عن العمارة، عمارة مثلا أركتكشر، يعني حاجة تكون ثابتة دائما. الحضارات بتقوم في الأماكن الثابتة، يعني ما بتقوم في يعني الشان المتحركة دي. الاستقرار له دور كبير جدا في عملية التقدم وعملية ما شوف الاستمرارية زي ما قلنا، بتخلي ايه تراكم الخبرات. انت بتكون عندك خبره، شايف، في التكنولوجيا نفسها. أيوة. وده اللي حصل في سواكن. في سواكن الناس بالمناسبه وصلوا لاشياء جميله جدا وكويسه جدا، شايف، يعني الواحد ما بيتخيل. انا ما كنت بتخيل انها موجوده، يعني طبعا حنجيها طبعا بالتفصيل. يعني لا، عشان نقول للمشاهدين شرط العماره الاستقرار. نعم، الاستقرار وجود الساكنه. نعم. الاستمراريه، الحضاره نفسها ده الاستقرار. السودان المعاناه. نعم. المرأة الاساس انه. نعم. ما حصل تراكم. نعم. في العماره. نعم. وبالتالي ما عندنا عماره سودانيه. نعم، لانه العماره هي، شوف، ما العماره هي واحده من الفنون السته. الفنون السته اللي هم الرسم، النحت، الموسيقى، المسرح، والشعر، والعمارة. دي الفنون الستة اللي تركوها لين الفلاسفة قبل كده. حسنا دلوقتي هم الناس عملوا الفن السابع اللي هو السينما. السينما يعتبر الفن السابع. طيب، العمارة فن، والفنون يعني انت لو تلاحظ عينه يعني الليلة دي الناس الروح حال ديل وبتاعنا، انت ما ممكن تقول عينه يعني ترسم لهم جداريات يعملوها وين، يعني شايف، يعني في اشياء مثلا يعني ما جزء من الحياه المتنقله. طيب انا هطلع فاصل، لكن بعد حاجة اسال البروفيسور حولي انه يعني لما نتكلم عن غيبه العماره اكيد في اسباب تاريخيه وثقافيه وكذا، وانت ذكرت في كتابك اسباب متعلقه بانشاء الكليه نفسها. خلينا نسمع الاجابه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. نواصل هذا الحوار مع البروفيسور عبد الرحيم سالم حول كتابه اسرار سواكن، تراث يفهمه الغريب ويجهله القريب. كونوا معنا. كتاب الأسبوع. عنوان الكتاب: المكتبة السودانية العربية، مجموعة النصوص والوثائق العربية الخاصة بتاريخ السودان في العصور الوسطى. حققها وكتب حواشيها الدكتور مصطفى محمد مسعد. في هذا الكتاب: هذا الكتاب من الأهمية بمكان، إذ فيه جهد كبير يرصد ويقلب معظم الوثائق والمصادر التي ورد ذكر اسم السودان فيها، وبالذات في العصور الوسطى، ويضع أيدينا بشكل دقيق على هذه الذاكرة التي يظن الكثير من الناس غيبة أن السودان منها، واعتمد فيه المحقق مراجع كثيرة وبالغة التنوع، واستخدم منها الكثير مما صدر في العربية والإنجليزية. يقع هذا الكتاب في 450 صفحة من القطع المتوسط، ومحتوياته تستند على كتب المؤرخين العرب من لدن الواقدي وابن عبد الحكم واليعقوبي والبلازري والطبري والمسعودي والبلوي وغيرهم،
وفي مؤلفات هؤلاء المؤرخين يقف محقق هذا الكتاب ويتتبع بشكل علمي دقيق حضور السودان التاريخي، حضوره في فترات باكرة من 823 ميلادية وحتى 1225 ميلادية. ومن تنوع مصادر الكتاب اعتماده على مؤلفات لكبار المؤرخين المسلمين مع هوامش ضابطة للكلمات والمصطلحات. إن هذا الكتاب كنز معرفي حقيقي، إذ يقدم للباحثين في مجال التاريخ وعلم الاجتماع مادة ثرية وضخمة. يكفي فقط أن نقول أنه يختصر علينا الوقوف على 40 مؤلفاً كان البحث فيها ليأخذ وقتاً طويلاً، لكننا أمام جهد علمي عالي الهمة يساعدنا على معرفة الذات السودانية وتشكلها في المعرفة الثقافية العربية. إن هذا العمل موسوعة كبرى تكشف لنا الكثير. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في الوراق مع البروفيسور عبد الرحيم سالم نناقش كتابه أسرار سواكن. بروف مرحبا بك مرة أخرى. قبل الفاصل أنا كنت طرحت السؤال حول التعليم في السودان، يعني التعليم الحديث بدأ مع غردون 1902 ثم بعد ذلك تحولت مدرسة ثانوية إلى كليات وكذا. وين كان موقع الانشغال المستعمر بإنشاء كلية العمارة؟ زي ما ذكرت، المستعمرين بيعرفوا مصلحتهم وعارفين انه العماره من الاشياء الخطيره جدا في حياه الانسان، لانه انت لو فكرت اي مكان انت بتكون فيه، اي مرفق، يعني انت يا اما في بيتك ودي عمل معماري، يا اما انت في مكتبك ده عمل معماري، يا اما انت في المصنع عمل معماري، انت في العماره بالمناسبه متداخله في كل شيء. وبعدين اي عماره، يعني العماره الجيده بتكون مبنيه على فلسفه وعلى فكره، يعني ما بتكون مبنيه مجرد لا 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 لا، لازم يكون في فكره وراء. والمعماري يعني بطبع، يعني بطبيعه عمله هو إنسان يعني بيشكل حياة الناس. يعني أنت بيتك ده ممكن يكون مريح، ممكن يخليك أنت نفسك تكون إنسان مثلا يعني مثقف. ليه؟ لأنك أنت بتلقى في بيتك ده أشياء مثلا تخليك على إنه مثلا تقرأ، تخليك تتابع، تخليك المدينة نفسها بشكل المعماري وفيها. ولذلك زي ما قلت لك، أنا قلت لك إنه تشيرشيل قال عليه انه نحن نشكل مدن ومدن تشكلنا. يعني ده كلام خطير جدا بالمناسبه. وبعدين طبعا تشيرشيل من كبير من اكبر الاستعماريين، يعني ف الناس ما ممكن يتركوا شيء كهذا في يد الناس. يعني ما ممكن العماره يتركوها في يد الناس عشان انت تشكل نفسك. ازاي تشكل نفسك؟ يعني ما ممكن، اذا شكلت نفسك معناه انت طلعت من طور. هم اللي بيشكلوك، يعني المستعمرين هم اللي بيشكلوك. ولذلك العماره هي كانت من اخر يمكن الكليات اللي فتحوها في جامعه خرطوم. كان الحقيقه في اجتهاد من السودانيين، يعني عندك في ناس كانوا في الاشغال، في مجموعه من المهندسين في الاشغال كانوا بيبعتوا ناس يعني يدرسوا برا قبل الانجليز ما يطلعوا. بعد الانجليز ما طلعوا فكروا في انه تتبني العماره، وكانوا في ناس في الجامعه وكانوا في يعني ما درس كورس ما عشان ما اظلم احد، شايف؟ لكن هي فكره بتاعت مجموعه من السودانيين فكروا في انه يفتحوا العماره، لانه انا كنت من الناس اللي كان عاوز يدرس عماره وما وجدت كليه فكان بيقولوا لي اقعد هنفتحها، يعني دي الناس الجامعة قالوا لي أقعد إحنا بنفتحها. لكن أنا أصود يعني لما دخلت على أساس إني حخش عمارة، شايف؟ فالمهم إنه الناس اللي فتحوا العمارة فتحوها، بعد أنا مشيت بسنة فتحوها، ودي حقيقة. يعني المستعمر نهائيا رفض أن ينشئ كلية للعمارة للشرط اللي أنت قلته ده، أنه الأمر ده فيه خطورة، أنه من
يؤسس عمارته ينفصل عن قبضة الاستعمار. بالزبط. بهذا المعنى. بالضبط. بهذا المعنى. بالضبط. لأن العمارة لها علاقة بالمناسبة بالسياسة وبالتك. طيب. طيب طبعاً الاستعمار ترك لنا عمارة مشكلة. نعم. عمارة كولونيالية. نعم. جامعة الخرطوم. نعم. وغير وكذا. نعم. بالله شنو أهم؟ أنت قبل قلت لي أمر مهم بروف. قلت أنه البناء ده ما مجاني. عنده. نعم. قيم. نعم. وفلسفة وراءه. نعم. شنو أكبر فلسفة كانت وراء بناء العمارة الكولونيالية في الخرطوم؟ العمارة الكولونيالية الناس لازم تفكر فيها يعني ببساطة إنه يعني الاستعمار لما جاء كان بيفكر أول شيء إنه يكون في أماكن هو يقدر يرتاح فيها وفي نفس الوقت يقدر يحكم. طيب يعني من أهم الأشياء شوف بعد المهدية الناس ديل كان بيفكر في إنه كيف يحكم السودان. نعم. وكانوا خايفين يعني ما تنسى إنه يعني بعد المهدية طوالي ونازل يعني لما جو كان غردون دمه لسه ما جفى. صحيح. فكانوا بالمناسبة زعلانين جدا في الحكاية دي. لحسن المناسبة الخواجات لحسن موضوع غردون ده ما نسوا. المباني الاستعمارية دي بالمناسبة هم بنوها في مناطق محددة عشان يقدروا منها يعني ليه لو شفت مثلا المباني بتاعتهم على الشاطئ النيل. أيوة. مثلا. أيوة. بتلقى عينه دي أحسن الأماكن في الخرطوم. صحيح. ودي بالمناسبة في كل مكان في ود مدني نفس الحكاية. صحيح. في صحيح. الأبيض ينبل تلقى قريب من يختاروا أفضل المواقع. أيوة. لكن في نفس الوقت بيعملوا إيه بيعملوا الكلاسيز يعملوا يعني مثلا بعدهم طوالي بيكونوا ساكنين الأقاريق ولا الناس لأنهم عاوزين سيكوريتي شايف بيجيبوا الناس الأوروبيين. طيب. يكونوا تقريبا في الجزء الطبقية دي أيوة الطبقية أو السودانيين الناس يعني أغنياء شايف إدوكيتد لسه كان لسه. لكن في الناس الأغنياء. طيب. شوية بتاعنا بيخلوهم يسكنوا حوالي بعدهم حتى يجي في السودانيين وبرضو السودانيين الناس يعني القسم الأول مثلا موظفين القسم الأول بعد ذاك بيجي الثاني اللي هو الناس بأولاد البلد الواحد زيهم درمان كده يعني وبعدين عشان كده هم أهملوا درمان. طيب. درمان أهملت تماما يعني لأنه ما شغالين بيع يعني هم عندهم الجزء بتاعهم وكده دل يعني تقريبا التخطيط بتاعهم التخطيط اللي الحاجة الثانية إنه المباني دي نفسها لو انت قعدت شفتها يعني بتلقى انه المباني دي هي كانت عبارة عن تجارب يعني هم جو وبجربوا دايما عشان شنو تكون مباني مريحة شايف جابوا الغرميد ده واشياء يعني نحن ما كانت معروفة بالنسبة لنا وبنوا بالطريقة دي فالمباني بتاعتهم يعني مباني فعلا ما لها علاقة بالناس بالأهالي يعني الأهالي ما لهم علاقة أبدا بالمباني دي لا من ناحية العمارة بتاعتها ولا من ناحية التخطيط بتاعها فيها دلالة بتاعت عظمة كده يعني أنا من عين المباني الضخمة دي والحجر والأعمدة اللي موجودة فيها هل الأمر عنده دلالة برضو حول شخصية المستعمر في المكان؟ والله شوف هم أصلوا يعني دي يمكن تكون ما لها علاقة بحكاية الاستعمار بتاعت إنه المبنى مثلا ضخم. يعني ضخم ولا كده لأنه هو يعني دي حتى النهار ده نحن لما نبني مثلا نقول المبنى البرلمان مثلا بتديه نوع من الفخامة توري عينه مثلا يعني دلالة المكان مثلا شايف فهم ما افتكر على انه دي مش كانت الرساله هي كانت اهم شيء كانت عندهم السكيورتي اهم شيء انه المواد اللي هم بيعرفوها يبنوا بها شايف فبنوا بالطريقه اللي هم بيعرفوها حاولوا يبنوا مباني تكون مريحه بالنسبه لهم وهكذا جامعه الخرطوم حاولوا طبعا يدوها يعني الشكل شويه على انه يكون هم يعني افتكر راجعين للجامعات بتاعتهم كامبريدج ونايفية الأشكال دي أكسفورد عاوزين يعني يعملوها بالشكل ده يعني فدي المباني الاستعمارية يعني المستعمر بنى مدينته الخاصة ما لنا علاقة بها ما لنا علاقة يعني نحن لما نمشي فيها بنخاف أنت تشعر بالرهبة يعني نحن زمان لما نمشي الحي البريطاني في مدني الحي البريطاني أنت بتشعر بأنك أنت ده مكان مختلف تماما أيوة ده ما بلدك شايف دي حاجة تانية شايف ف شرط الاستقرار شرط الراحة وبعد كده التميز مش كده أن يكون المكان ده مكان مختلف عن الساكن الأصليين عن سكان المدينة الأصليين مختلف تماما لذلك قلت لي أهمل ومدرمان نعم يعني زي ما قلت لك أنه هم بنوا كده بعدين خلوا اسمه ده الأقاريق والجماعة ديل بعدهم بنوا شوية مباني قريبة من مباني ومدي مختلفة شوية بتاع هنا لكن شنو عملوا
زي بفر زون بينه وبين الـ 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 يعني زي ما تقول حزام حاجز بينه وبين الأهالي. خلوا الأهالي في الجانب الثاني. طيب أنا لما نجي أمسك الكتاب يعني ملفت برضو في الكتاب بروفيسور أنه فيه أكثر من مقدمة. نعم. يعني يمكن فيه ثلاثة مقدمات. أنا لو قريت جزء بسيط من مقدمة محمود صالح عثمان صالح. نعم. هم بيقول أنه زار دكتور عبد الرحيم سالم مدينة سواكن وهو طالب ثانوي من ضمن طلبة جمعية فنون مدرسة خورطقة الثانوية. استهوته المدينة ومبانيها الجميلة لدرجة أنه قرر أن يدرس فن العمارة بالجامعة. ولما لم تكن هناك كلية في جامعة الخرطوم لتعليم فن العمارة فقد سعى إلى أن حصل على بعثة إلى تشيكوسلوفاكيا حيث درس فيها فن العمارة. عكف دكتور عبد الرحيم على دراسة كل ما يتعلق بمدينة سواكن بجغرافيتها وتاريخها وسكانها ومبانيها وقضى وقتا طويلا في البحث عن المعلومات من داخل وخارج السودان. قبل ما ندخل أكثر في المقدمات شنو سر انشغالك بسواكن؟ فعلا السؤال ده بيسألوني كثير يعني. انت ما من المدينه في ناس وانت مكان اخر طبعا وكدا. الناس هاي الناس بيفتكروا انا من سواكن, من سواكن يعني او من على الاقل من البحر مثلا. الحقيقه انا زرت سواكن فعلا مع طلبه جمعيه الفنون. وسواكن انا لما شفتها كانت موجوده, المدينه موجوده, يعني في اشياء وقعت كثيره لكن المدينه الشكل الاصلي موجوده, يعني شكلها وجميله جدا بالمناسبه. الستينات مش كده؟ في الستينات, لا في الخمسينات. في الخمسينات, الخمسينات. طيب زي ما قال ماثيوز زي بالمناسبه هو كان مهندس معماري في الاشغال, فقال على انه لما تشوفها من بعيد قد تطلع عليك كده من السهول بتاعت البحر الأحمر كأنها ناطحة السحاب مقطعة من الجبن الأبيض. يا سلام. وده فعلا المنظر اللي أنا شفته. التوصيف ده جميل خلاص. جميل جدا. وده يعني ده الشيء اللي أنا شفته. يا سلام. فعلا أنا شفتها بالشكل ده. شايف. كان نحن كنا طلبة ونازلين أذكر في بيت كان أفتكر اشتراه الدرديري محمد عثمان القاضي الكبير المشهور. فسكننا في البيت ده والبيت طوالي على النايب قبل الجزيرة وعلم في القيف وقبل الجزيرة. طيب. فكان منظر جميل جدا, كان في شرفة كده أنا كنت بقعد فيها طوالي وبتأمل الحكاية دي. بعدين أنت لو تلاحظ إنه أنا كتبت كتاب الحاجة السودانية. أيوة صحيح. أنا الحقيقة يعني زول عايش يعني في مجتمع كان حاجي وبدا, ولذلك سواكن لما أنت تشوفها في الزمن ذاك تقريبا بيشوف لك مدينة من ألف ليلة وليلة. يعني سحرتك يا بروف جدا. شفت قصة الملك عجيب. أيوة وسندباد. أيوة أيوة. بس تقول ده المسرح بتاعها, تشعر بأنه ده المكان اللي كان فيه وحصلت الأشياء دي. فحكاية جميلة جدا. بعد ذاك بديت طبعا بفكر فيها وبعد ذاك مشيت لغاية ما بدأ المشروع. نعم. بالله أول ما وطأت خدمك سواكن قلت لي طوالي اشتغلت عندك ذاكرة أو جداً مخيلة جداً الأسطورة دي جداً بنت جداً لك المدينة ساحرة وعجيبة جداً. ذكرت قصة طريفة في الكتاب أنه كنت خايف من الكدايس. كنت بخاف منها متين. لما أكون ماشي بكون مرات ما نحن كنا بنمشي كطلبة عشان نرسم. طيب. فبمشي مع زملائي بعد شوية أنا طبعا زي ما قلت لك المدينة عجبتني جدا, فكنت بتفرج واتفرج وامشي وادخل من هنا وامرق من هنا القى زملائي ما معك. بعد شويه تلقى اخو الشريف حته تنط لي كديسه بتاعها هناي. وطبعا لسه نحن الواحد فينا عايش مهيمنه قصه الشواطين والجندي. ما زلنا الواحد كان في الوقت ده بيفتكر انه فعلا جد انه في شواطين فطبعا في ده موضوع الكديسه. شنو اهم مشاهداتك ما لفت انتباهك في الخمسينيات عندما زرت السواكن؟ المباني, الناس, شنو؟ هي أول شيء ما في ناس. ما في ناس. ما شفنا ناس. سواكن ما كان فيها ناس, كان فيها فعلا كدايس زي ما قال. بس. أي. لكن رغم كده أنت هي كانت طبعا من مدينة أشباح, يعني مدينة فاضية, شايف, مخيفة أحيانا. يعني حنشوف رغم جمالها ده في نوع من تشعر بنوع من الرهبة والخوف. يعني مثلا يعني لما تكون ماشي مثلا في الميسة كده شوية يعني فعلا حزينة تمام, تشعر بأن المدينة فاضية صامتة. يعني ما يعني ما في زول عاش في حاجة, يعني نحن ما عشنا في حاجة زي دي ما بنعرفها. مدينة تكون ماشي لك مدينة فاضية ما في ولا صوت طفل ولا أي حاجة. فدي بالمناسبة يعني كانت من الأشياء
فعلا يعني مزعجة، يعني انك تمشي في حتة فاضية. وكانت العمارة فيها متماسكة يعني موجودة وكبيرة متماسكة واقفة، وكنا ندخل وتلقى عين، وحتى اذكر على انه تلقى دفاتر في الدكاكين والنادي، تلقى دفاتر واشياء موجودة. بعدين بعض البيوت اشياء موجودة. حتى سألني واحد، أتذكر سألني واحد صديق، قال لي يا أخي، وشافه برضو، قال لي يا أخي الناس دي كأنهم جا حد طردهم كده وطلعوا بسرعة، لأنه خلوا تلقى السرير مفرش، تلقى أي حاجة في محلها. قلت له لا، هم ما لأنه حد طردهم. طيب. الناس دي كانوا أغنية جدا، فهم لما طلعوا تركوا أشياء يا شيخ، ما بيشغلوا بملايه ولا سرير ولا بتاع، ممكن يشتروا جديد. يعني ديل بيستم عندهم مشكله يعني. يعني بروح عبد الرحيم يتحرك في مدينه مهجوره، مدينه ميته، والعماره حاضره فيها، وكانه في متبقي اصوات الناس موجوده في المكان. حسب خيالك يعني، لو انت قعدت وتخيلت فعلا يعني اشياء عجيبه يعني، تقعد تفكر كده. عشان كده انا مستغرب يعني بعض الشعراء كتبوا عنا، يعني افتكر يعني فعلا لو شفتها لازم يعني تثير في نفسك حاجة. لما زرتها في الخمسينات كانت مهجورة لها كم سنة؟ كانت مهجورة في الوقت ذاك لها زي 30 سنة. 30 سنة؟ 30 فترة سنة. قريبة برضو. ما بعيدة. 30 سنة. فترة قريبة. ما بعيدة. هي سواكن دي، طبعا انت عارف انه الأسئلة تطرح دائما حول مصدر التسمية. انت ذكرتها في كتابك بالتفصيل. طبعا الناس مطلعين اسماء كثيره جدا، وهي بالمناسبه يمكن من المدن اللي طلعت حول اساطير بشكل عجيب. وهي طبعا انا بفتكر من الاشياء اللي ممكن فعلا تخلي الانسان يفكر بطريقه يعني ممكن يالف. يعني لو زول مثلا، ما في ناس يعني حكواتيه زي ما الواحد يعني ممكن يالف قصه حول شيء، فهي كانت من الاشياء اللي ممكن يعني تالف حولها، بتغذي الذاكره، بتسمح لك انك يعني تالف. بالضبط. عشان كده انا كثير من الكلام اللي سمعته بفتكر الناس بيالفوه. يعني هسه يالفوه يعني، طيب. يعني الواحد يمشي هناك يشعر بانه فعلا دي محل شواطين كده. فانا بفتكر على انه هي مكان يعني فعلا مثير من الناحية دي. فالتسمية انت ذكرتها في الكتاب، الاصل ايه في التسمية؟ التسمية هي زي ما قلت لك على انه في ناس طبعا هي صحيح انه هي كانت جزء من المملكة بتاع سيدنا سليمان. انا وجدت اشياء زي دي مثلا في كانت جزء من مملكة سيدنا سليمان هو في القدس. ولذلك الناس يعني قصة سيدنا سليمان نفسه معروف انه له علاقة بالجن. نعم صحيح. سخروا وكذا. أيوة ربنا سخرهم له. فدي ذاتها خلت انه سواكن تبقى قصة الجن دي يعني مرتبطة بها كده. فقالوا سيدنا سليمان كان بيسجن فيها الجن. ولذلك سموها قالوا سواجن. قالوا لا. واحدين قالوا لا، قالوا لأنه في ملك الحبشة أهدى إلى سيدنا سليمان 7 جواري. أيوة. ورسلهم له. طيب. فالجواري ديل لما جو مرين بسواكن قعدوا فيها شوية. فلما وصلوا سيدنا سليمان كان في حالة حمل. فسيدنا سليمان قال لهم دشنوا، قالوا لسه سواجين. سواجين. يعني الحمل ده سبب الجن. سواجين. قالوا لسه سواجين. فالناس في من الكلمة دي قالوا هي سواجين سواجين سواجين. في ناس بيقولوا لا. يعني بيفتكروا انه الكلمة جاية من كلمة السوق. السوق دي كلمة بجاوية. يعني معناها سوق. سوق. يعني السوق. شنو الأقرب بالله في تقديرك؟ الأقرب للصحة شو؟ أنا صعبة. صعبة لأنه أنا بفتكر إنه سواكن ممكن تجي من أي شيء، ممكن تجي من السكن نفسه. سواكن الناس سكنوا فيها سواكن أماكن مكان السكن ممكن تكون كده. شايف. في اسمه ده الشاطر البصيلي. ايوه. الكاتب المصري ده قال على انه ده اللي حقق كاتب الشونه. ايوه. قال على انه سواكن كلمه هنديه. ايوه. معناها المدينه البيضاء. البيضاء. يعني اشياء كثيره يعني حول الاسم ده. شايف يعني انت في يعني ما وقر عندك الاقرب للظن
انه ده مكان سكن؟ مكان سكن، يعني بفتكر السواكن اقرب للسكن، مكان السكن من الاشياء دي كلها. طيب. لكن الناس طبعا زي ما قلت لك الخيال. طيب. يعني خصوصا مدينه زي دي اذا تسمح لك يعني انك انت تطرح فيها كثير من الاخيره جدا يعني. انت يعني لو شفتها فعلا واقفه كده يعني. طيب بعد اذنك انا حطلع فاصل استاذنا. طيب. ثم نعود لنواصل الحوار مع البروفيسور عبد الرحيم سالم حول هذا الكتاب المهم اسرار سواكن. كونوا معنا. ولد الكاتب والشاعر والروائي ساندو موراي في العام 1900 في مدينة كاسا بالمجر الآن كوشيتسا سلوفاكيا، وكان والده من نبلاء المنطقة. موراي سافر في بداية حياته إلى فرانكفورت وبرلين وباريس، وجدد النظر في الكتابة باللغة الألمانية لفترة من الزمن، لكنه في النهاية اختار أن يكتب بلغته الأم اللغة المجرية. اللغة المجرية، وانشغل بقضية الهوية، وركزت أعماله الأولى على مفهوم الأمة، واكتسب شهرته بسبب أسلوبه الموصوف بالواقعي، كما أنه أول من أجرى مراجعات أدبية على أعمال فرانز كافكا. كتب موراي عن 46 كتابا، وفيها كان شاغله الأكبر التعبير عن حاجة مجتمعه إلى ضرورة الاعتراف بالتعدد العرقي والثقافي في الإمبراطورية النمساوية المجرية. لم يخفي موراي كراهيته للنظام الشيوعي الذي استولى على السلطة بعد الحرب العالمية الثانية، وغادر أو تم طرده في العام 1948، وبعد العيش لبعض الوقت في إيطاليا استقر في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وانضم بعدها لإذاعة أوروبا الحرة 1951 و1968. شعر موراي بخيبة أمل كبيرة في الغوة الغربية لعدم مساعدتها للثورة الهنغارية في العام 1956. أعمال موراي تعرضت للنسيان في الأدب الأوروبي، لكن مع دخول العام 1992 أعيد اكتشافه، وترجمت أعماله إلى البولندية، الكتالونية، الإيطالية، الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية والأردية وغيرها من اللغات أيضا، وتعتبر الآن جزءا من القانون الأدبي للقرن العشرين الأوروبي. توفي موراي في العام 1989 عن عمر يناهز 89. من أعماله المتمردون 1930، إرث إستر 1939، صور زواج 1941، ألقاب هنغارية 1941، جوديت 1980. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في الوراق مع البروفيسور عبد الرحيم سالم نناقش كتابه أسرار سواكن. بروفيسور مرحبا بك مرة أخرى. استقر عندك أن التسمية دي مرتبطة بالسكن. نعم. لا سواجن ولا مدينة بيضاء ولا كذا، مربوطة بالسكن. الكتاب أيضا فيه ثلاثة مقدمات، المقدمة الأولى. نعم. للراحل محمد عثمان صالح، مش كذا؟ نعم. المقدمة الثانية بتاعة كابلي. نعم. من كابلي في صفحة 12 في برضو ما استوقفني، يعني أنه هو قال لك خذها مني سوف يلازمك هذا العشق وهذا الاهتمام حتى آخر الدنيا. صدقت نبوة الكابلي في هذا الأمر؟ نعم صدقت، وهي الحقيقة يعني قال هو وقال برضو أستاذي روي لانداو اللي هو عميد كلية الدراسات العليا في اتحاد المهندسين البريطاني، فأنا كنت يعني تلميذه في فترة، فأتذكر وريته، كان وريته المشروع وكلمته عنه، فقال لي ده مشروع بقى بتاع حياتك، ده مشروع حياتك، قال لي ما بعدين، قال لي يعني إن شاء الله يعني حتلقى جيها إنه تتبنى المشروع. حنجيه، لأن المشروع ده هو واحد من قضايانا الأساسية. نعم. لأنه الطفل أو خلينا نقول الصبي عبد الرحيم في وقت ما زار مدينة مهجورة. نعم.
ورسخت في ذهنه وظل ويعني بالعربي كده ما تطلع يعني ظلت ظلت موجودة. نعم. لكن ممكن يطرح سؤال. نعم. ما أهمية سواكن من الأساس؟ سواكن دي بقى أهميتها يعني دي بالمناسبة الشيء اللي أنا كنت أتمنى كل السودانيين يعرفوه يعني يعرفوا إنه سواكن دي من أهم المدن السودانية. ما تنسى إنه دي هذه المدينة الصغيرة يعني هي طبعا في أنت شفتها هي عبارة عن جزيرة شكلها بيضاوي القطر الأطول 450 متر أقل من نص كيلومتر يعني والقطر الأصغر 380 متر. هذه المدينة الصغيرة هل ممكن تتصور إنه هذه المدينة كانت تتحكم في اقتصاد السودان كله الداخل والخارج؟ المدينة الصغيرة هذه المدينة الصغيرة يعني سكانها كم يعني سكانها كانوا في أقصى هناك كانوا 4000 شايف فالأربع ألف دل فيهم كم مرة وكم طفل وكم رجل عجوز وكم زول يعني في ناس ما شغالين ذاته بالتجارة شايف فالناس يعني الناس التجارة اللي فيها دي العدد محدود هذا العدد يتحكم في اقتصاد السودان كله اقتصاد السودان كله شايف يعني مدينة غنية جدا الغوافل تجي من دارفور شايف شايل السمسم وشايل الصمغ وشايل الريش وشايل السن الفيل وشايل أشياء كثيرة جدا من الأشياء الموجودة في السودان الدورة غيرها بتاع بتجي لسواكن ومن سواكن ها بتجي برضو لسواكن بتجي البواخر أو زمان السنابيك بتجي من الصين ومن الإندونيسيا ومن الهند ومن تحت بتجيب الشاي والسكر والأرياح وبتجي من إنجلترا سفن من إنجلترا بيجيب القماش يجيب لا وبتجي يشيل القطن القطن بتاع توكر ده بيشيلوه من من سواكن. من سواكن والسواكن دي فيها كان محلج كان محلج للقطن صناعة يعني صور إنه في تركيا السابقة يكون عندنا مصنع عندنا مصنع في البلد دي والله فترة بعيد طبعا ده قرر تركيا السابقة قبل المهدي قبل المهدي قبل المهدي فيها مصنع اللي هو بيعملوا هناي ما بدوا القطن يودوه بالنايب بتاع بيمسكوا الاسم هو ده البذرة بتاعته ويودوا القطن شايف والبذرة طبعا ممكن تطلع منها زيوت تطلع منها أي حاجة المهم إنه سواكن كان متصلة بالعالم سواكن فيها كل الشركات الأوروبية عندها مباني حقتها من تركيا السابقة ومن يمكن من زمن الفونج من الفونج يعني عندك مثلا زي ميتشيل كوتس اللي عرفناه احنا بعدين فيما بعد يعني الأجيال بتاعتنا بتعرف ميتشيل كوتس جالت لهانكي دي كلها شركات كانت موجودة في الخرطوم في مدن وفي أي حتة الشركات دي كانت موجودة في سواكن من الزمن ده فده من ناحية ايه من ناحية التجارة من ناحية اقتصادية ناحية اقتصادية من ناحية اقتصادية كانت بلد ناحية. طيب ناخد من ناحية تعليم طيب سواكن دي بالمناسبة الناس لا تعرف عنها كثير يعني سواكن دي فيها كان مسجدين من القرن الثالث عشر المسجدين ديل كانوا بيعلموا المذاهب السنية المناوئة طبعا المناوئة للأسهر لأنه الأسهر كان شيعي كان شيعي كان الفاطميين وكده الفاطميين فلما جوا الأيوبيين والجماعة دي فهي طبعا مدينة مملوكية طبعا جزء سواكن دي من الناس الحكموها فترة طويلة جدا أنا حجيك طبعا منو اللي حكمها المماليك بالله أي فالمماليك يعني حتى لو صح هذا الكلام ذكروا أستاذنا درار محمد صالح درار ذكر إنه المسجد الشافعي بنته شجرة الدر لو كان الكلام ده حقيقة معناها سنة 1251 فسواكن من الزمن ده فيها تعليم يعني لحظة تعليم غير كده المرغنية جو سنة تعليم شنو يعني أول مدرسة في السودان كانت في سواكن؟ نعم أول مدرسة في السودان أول مدرسة في السودان كانت في سواكن في سواكن لكن ده فيما بعد حسنا أنا بتكلم جاي عليه جاي على التعليم النظامي قبل التعليم كده يقول لي من أول من حكم سواكن؟ اديني كده فترات تاريخية يعني كانت تحت حكم منو؟ سواكن طبعا نحن بنعرفها
يعني من فترة معينة يعني، لأنه التاريخ بتاع تاريخ يديم قديم شايف. طبعا أهم يعني فترات هي الفترة مثلا نقول من القرن الثامن اللي هو بدو الأورتيغا والجماعة ديل يهاجروا ليها، فمن الزمن ذاك كان فيها حكام كان يعني اللي كان في الأورتيغا بعد شوية. الأورتيغا دي شنو؟ ديل هم أصلهم من اليمن، يمانية شايف. فهما طبعا الناس دي تجيب تختلط بالناس شايف، يعني ما تنسى الناس دي لما تجيب تختلط بالناس، يعني الناس دي ما يمنيين بمعنى انه الليلة هو يماني او مثلا ممكن يرجع اليمن، لا هو جاء وخلاص بقى سوداني. المهم انه في طبعا كان الرومان مثلا، بعدهم جو اسمه ده البطالسة برضو حكموها، جو اسمه ده المماليك حكموها شايف. بعدهم طبعا جو الأتراك. لكن الأتراك جو كان يعني تصور انه هذه الجزيرة الصغيرة كان بتحارب حولها امبراطوريات، يعني عندك مثلا البرتغاليين كانوا عايزين يشيلوها، جو الأتراك طردوهم شالوها منهم. بعد شوية جو المصريين أجروها من الأتراك، بعد شوية جو الإنجليز طردوهم كلهم، يعني كل الناس دي بتتحارب. ده عاوز السواكن دي أطول فترة من اللي حكم سواكن؟ أطول فترة حكموا منه الأتراك 300 سنة. 300 سنة الأتراك أطول من حكم سواكن هم الأتراك. أتراك أي. وهذا يعني هذا يجعل أنه العمارة اللي موجودة فيها دي عمارة تركية؟ لا 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 لا، لأنه هم الأتراك جو وحكموها كحكام. لكن لما أنا العمارة بتكلم عنها أنا، العمارة اللي انت شفتها اللي يحس دلوقتي زي الجمارك زي كده، دي المباني بتاعت الحكومة، يعني ممكن بعضها يكون بنو الأتراك شايف. المساجد بتاعتها زي ما قلت لك مملوكية غالبا. المباني اللي بتكلم عنها هي البيوت بتاعت الناس، يعني أنا بتكلم عن بيت الشناوي شايف، أتكلم عن مثلا بيت عمر عبيد، مثلا عمر الصافي، محمد سعيد صيام شايف. دي البيوت اللي انا بتكلم عنها يعني بتلقاها في الكتاب، لانه احنا هي موجوده نعم. في الكتاب يعني دي عمارة انت قصدها، يعني البيوت اللي هي مملوكه لسكان سواكن. لسكان سواكن هي دي العمارة اللي انا بتكلم عنها. هو سواكن عندها سكان اصليين بالضبط؟ ده السؤال ده في ناس، يعني الناس ما عارف ليه بتشك في انه السكان الاصليين هم مش هم السواكنيه اللي هم ناس اولاد بلد يعني سودانيين، يعني هم هي فعلا لانها ميناء. طيب. الميناء بيلتقوا فيه الناس من كل الجهات، صحيح. يعني طبيعته صحيح، هاي فيها هنود شايف، وفيها يعني افغان وفيها ألبان كل شفته، يعني فيها ناس كثيرين جايين من حتت ناي، وعندك اتراك عندك، فالناس يتزاوجوا مع الناس المحليين اللي هم البيجة. يعني البيجة هم الساكن الاصليين لسواكن، دي السكان، دي اصحاب سواكن، دي عاصمتهم، عاصمة البيت. دخلت عليهم بعد كده، دخلوا الناس دي اليوم شايف يوم، فتزوجوا معاهم، يعني عملوا ولدوا السواكنية دي حسب نعرف ونقول السواكنية. السواكنية دي هم الهجنة دي ايوه، ولانه عشان كده انت كده شوف عندك مثلا خد عائلة الشناوي، طيب مش وين موجودين؟ هو دكتور احمد الشناوي موجود في بحري، بعدين اتذكر محمد الشناوي كان معانا هنا في الجامعة. عندك مثلا كابلي، هو ده كابلي دلوقتي بيعرف عن ثقافة السودان وتاريخ السودان أكثر من سودانيين كثيرين، فدلنا سودانيين بالمناسبة، لكن هو جده أفغاني. أفغاني من كابلي بنفسه. من كابلي جده أفغاني عديل كده شايف. بعدين في يعني ناس حمو وجماعة دي كلهم بالمناسبة من عندهم أصول تركية. أغلب الهجرات أو أكبر عدد من الهجرات كانت اليمانية؟ اليمانية هي أغلبهم من بدري، وهم دوم من القرن الثامن شايف، أو لهم الحدارب في أي حدارب يعني طبعا، لأنه جاء من حضرموت. حضرموت فديل هم يعني الأصل بتاع، يعني البيجا يا بروفيسور دخلوا عليهم هنود ودخلوا عليهم أتراك وأفغان، وفي نهاية كون المجتمع ده المجتمع المتعدد ده زي طبيعة أي مينة موجود في الدنيا، إنه هو مجتمع متعدد. اختلطوا مش عاشوا براهم، لا ما عاشوا براهم، يعني دخلوا ديل اختلطوا بالسكان الأصلي. ولما سواكن نهوها الناس ما فاتوا، دخلوا المشى في السودان، والناس دخلوا جوينا خشوا السودان، خشوا في يعني. لغة سواكنية؟ لغة لا، يعني لغة ما بعرف لغة، يعني لغة البيجا
شايف لغه البيجا موجوده، يعني انت لغه البيجا طبعا خاشه في الكلام بتاع الناي، لكن هي اللغه بتاعتهم عربيه يعني، لكن يعني اللغه الاساس عربيه، عربيه رغم ان الهجرات دي اغلبها ما عربيه، مش يعني في هجرات غير عربيه اغلبيتها، لكن المؤثرين هم العرب، العرب لانه جايين من الجزيره العربيه عدد كبير، وعندك المراغنه جو سنه 1400 برضو افتكر 51 يعني مرغن كبير، المرغن كبير شايف. بعدين عندك حتى الرشايده والزبيديه دي الاخر ناس وصلوا للاخر عرب وصلوا شايف، وصلوا في القرن الثامن عشر شايف او التاسع عشر، التاسع عشر يعني ده مجتمع متعدد، وبالتالي ما فيه ثقافه واحده، لا 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 فيه ثقافات متعدده يعني ما في حاجه اسمها ثقافه سواكن، لا ثقافة السواكن في هي ثقافة السواكن رغم التعدد ده، التعدد ده لكن ما جاء يعني خلق الثقافة الموجودة دي. طيب يعني العمارة بتاعتهم دي عندها أشكال محددة فدي بقت العمارة السواكنية، يعني ما يعني ليه لو قلت هل هي عمارة يمنية؟ لا، العمارة اليمنية مشهورة بالغمريات وبالاسم الديكور الخارجي، عمارة السواكن ما فيها ديكور ولا خارجي. تركيا ولا تركيا لا ولا هندية ولا أفغانية ولا هندية ولا عمارة سواكنية سواكنية. شو اللي بخليك تقول إن هي عمارة تركية؟ لأنه المباني بتاعت الأتراك معروفة وعندها أشكالها، يعني حس دلوقتي لو جبت المباني التاريخية بتاعت ما بتشبه عمارة السواكن، ما لها علاقة، لا لا هي عمارة تركية، لأنه بعدين أهلها لأنهم ذاتهم ما أتراك يعني فقط، يعني اللي مثلا الشناوي مثلا يعني ممكن أصلا ممكن يكون مصري، مصري يعني ما له علاقه بهنا. بعدين مثلا في جماعه اصلهم هنود، وفي ناس اصلهم زي ما قلنا مثلا يمنيين، او العماره شكلها المبنى بتاع محمد سعيد صيام ومبنى بتاع عمر عبيد، الاشكال اللي فيها تقريبا تكاد تكون واحده. ايوه وشيء غريب جدا المدينه اللي كنا مبنيه بمقياس واحد اللي هو الجدة، اللي عندها شخصية يعني. شخصية يعني عندها دي مدينة عندها شخصية معمارية، شخصية معمارية، شخصية معمارية شايف. ولذلك انت ما يعني نسبتها الى مكان دون مكان اخر غير دقيق، غير دقيق، ما بنقدر نقول دي عمارة كذا او كذا او كذا، دي عمارة اتخلقت في المكان، اتخلقت في المكان ده شايف. والناس في ناس ما قادرين يصدقوا الحكاية دي، يعني في ناس يقول لك يعني بيفتكروا انه بس البيجاوي ده اللي قاعد الناس اسمه ده نافي شعره وقاعد في اسمه عنده جمال وبتاع ممكن يبني البناء ده، لكن لا، ما البيجاوي ده يختلط بناس ثانيين متقدمين ومختلفين وكذا، والبيجاوي ده ذاته تعلم ما فيه ناس متعلمين صحيح، المدرسه بتاعتي تخرجوا منها الناي ده كلهم ابيجا ناس صحيح. يعني ناس عبود ديل شنو جنسهم شنو؟ الفريق ابراهيم عبود، الفريق عبود يعني جنسه شنو؟ ما برضه يعتبر بيجاوي شايف اصلا، يعني ادناي كده انتوا يعني عنده اتصال بالبيجا طبعا، مش اتصال يعني بياوي يعني طيب. كلهم انا الحلقه الاولى انتهت معك نعم يعني نعم. وانا صراحه يعني دار اشكرك بالنيابه عن المشاهدين على الحلقه الثريه والغنيه جدا اللي قدمتها لنا بروفيسور، شكرا طيب. شكرا جزيلا لك، حيكون لنا معك حلقه ثانيه فحص اكثر الكتاب ودخول اكثر لقضايا. انا اشكرك واديك الكلمه الاخيره اذا اردت ان تقول شيء. شكرا جزيلا، كثر خيرك، انا شكرا. يعني فعلا مبسوط انه اكون في هذا البرنامج واقدر يعني اتكلم عن سواكن، واتمنى انه يعني يكون كلامي مفيد للناس ان شاء الله يعني ده بالتاكيد ده بالتاكيد نعم. شكرا لك ايضا عزيزي المشاهد، هذه الحلقه من الوراق انتهت، قراءه اوليه لكتاب اسرار سواكن للبروفيسور عبد الرحيم سالم، ستكون هناك حلقه اخرى معه نستكمل معه قراءه هذا الكتاب والتعرف اكثر واكثر على اسرار هذه المدينه، على اسرار سواكن. في الختام تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.